وادي الموت حي. تلاله الرملية همهم. آثار غامضة خططها الصخور. ها هي، وجدتها؟ مخلوقات تتوهج في الليل. بحر قديم مخفي تحت الأرض، وأشياء غريبة تحدث عندما تقيض الحرارة. والآن درجات الحرارة ترتفع. هذه هي طبيعة وادي الموت العذراء. وادي الموت، هذا الاسم وحده يوحي بصورة لمكان واسع ومقفر. هو أدنى منطقة في نصف الأرض الغربي، والرقعة الأكثر جفافا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلى درجات الحرارة التي سجلت في تلك القارة على الإطلاق 56 درجة مئوية فاصلة 7. مشهد وكأنه من المريخ لأرض تخفي شيئا من أسرار كوكبنا الغامضة. تلال رمال تغني، وبحر واسع تحت الأرض يؤوي واحدة من أندر الأسماك في العالم، ونباتات تستطيع العيش لسنوات بدون ماء، وحيوانات ليست بحاجة لشرب الماء بتاتا، ومخلوق استطاع احتمال هذه الأرض منذ 300 مليون سنة. كلها مواضيع ستساعدنا على الإجابة عن سؤال واحد: ماذا لو ارتفعت الحرارة في أكثر الأماكن سخونة على الأرض لبضعة درجات فقط؟ في مكان ظروفه عند حافة الحياة ويدفع بها إلى حدود أصعب. تلك هي قمة المرقاب في سطح وادي الموت، وهي تعلو 3.5 كيلومترات تقريبا عن سطح أرض الصحراء. في صباح كل يوم هي الأولى التي تشعر ببزوغ أشعة الشمس، رغم كونها مغطاة بالثلوج لقرابة 8 أشهر من السنة. لقد حضر مراقب المتنزه جي تي رينولدز إلى المكان لإلقاء نظرة أخيرة والاستماع إلى ما يجري من حوله. المكان هادئ للغاية هنا، لدرجة أن أذنيك تبحثان عن أي صوت. سوف يتقاعد جي تي قريبا، ورحلته الأخيرة هذه في وادي الموت ستكون بين أعلى قمة فيه وأدنى أرض عليه، وهو سيمر بأماكن قد تتغير إلى الأبد. ففي السنوات العشر الماضية ازدادت الحرارة شيئا فشيئا، الأسباب والوقائع غير مؤكدة. التغير المناخي أمر واقعي لو أراد الناس أن يصدقوه أم لا، والمتنزهات العامة هي الأماكن الأنسب لإجراء الأبحاث والإجابة عن تلك الأسئلة. يمتد وادي الموت بين ولايتي نيفادا وكاليفورنيا في مساحة تفوق 3 ملايين فدان، وهي مساحة أكبر من ولاية كونتيكت بأكملها. بدءا من قمة المرقاب ستستغرق رحلة جي تي أسبوعا بكامله، يتوقف خلاله عند مناطق يبدو فيها أثر التغير المناخي جليا، وستنتهي رحلته عند أدنى نقطة في المتنزه، حوض باد ووتر.
بينما ينحدر جي تي في رحلته نحو الأسفل برفقة حارس المتنزه أرن تشاندر، ترتفع درجة الحرارة وترتفع. فعلى انخفاض كيلومترين ونصف تقريبا تحت قمة المرقاب لا يوجد ثلوج، والحرارة تبلغ 21 درجة مئوية. لقد وصل جي تي وأرن إلى مقصدهم الأول ريس تراك بلايا، 8 كيلومترات مربعة من الوحل المسطح، وهي تشكل إحدى المناطق الأكثر غموضا في وادي الموت. جلاميد يزن الواحد منها أكثر من 300 كيلوغرامات، وآثار طويلة تركت وراءها لتبرهن بأن تلك الصخور الضخمة قد تحركت عبر حلبة السباق هذه. النظرية التي لا تصدق تقول إن مخلوقات من الفضاء تأتي وتقف في مكان ما وتحرك تلك الجلاميد بالقدرات الخارقة التي تملكها. أحدهم لم يرى تلك الجلاميد تتحرك، ولكن بعض العلماء يؤكدون أن ذلك قد حصل في ظروف استثنائية، حين عصفت رياح شديدة القوة ودفعت بالصخور عبر أرض مسطحة من الجليد. بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية، يبدو أن منطقة وادي الموت اليوم تزداد صخورة يوما بعد يوم. لو كان الجليد مفتاحا للظروف التي حركت هذه الجلاميد، فمن المؤكد أن أيام حركتها إلى زوال. قلة الجليد قد تعني حتما قلة الحركة، وستبقى تلك الآثار محفورة في مكانها مع الوقت لتثبت بشكل قاطع أن المناخ قد تغير. إن وادي الموت من أكثر الأماكن جفافا على الأرض، إلا أن الجليد والمياه عنصران أساسيان في تشكيل تلك الرائعة الطبيعية. في كل عام يستقبل وادي الموت أمطارا لا يزيد ارتفاعها عن 5 سنتيمترات، هذا يقل عن المعدل الأسبوعي للأمطار في بعض المناطق كهاواي مثلا. إلا أن رؤية انفراج السماء فوق وادي الموت مشهد مؤثر للغاية. أرض الصحراء جافة ولا تمتص إلا القليل من المياه المتساقطة. تجري كل تلك الأمطار في قنوات من المياه الغزيرة الفائضة، وتتجه للأسفل. عاصفة واحدة من الأمطار قد تزيد عمق أحد الوديان 4 أمتار. وكل هذا الكم من المياه يستطيع أن يوقظ كما من الحيوانات في هذا الوادي. تبدو نباتات الصحراء تلك وكأنها تفتحت في فصل الربيع، فهي تنتظر المطر أحيانا سنوات طويلة لتبدأ دورة حياتها المختصرة للغاية. فبعض تلك النباتات لا يملك سوى أسابيع قليلة ليزهر وينمو ويتناسل. بدأنا العمل ليلا. ميشيل سلايتن عالمة النبات في المتنزه تدرس مدى تأثير الاحتباس الحراري على بعض تلك النباتات القوية. ما يثير اهتمامي بشكل خاص هو تلك الحياة على الحافة، أي في مناخ شديد القسوة كهذا. يحيرني أمر تلك النباتات التي تستطيع البقاء في بيئة كهذه. هي تعلم أن الأرض هنا قاسية، ولكنها تتساءل إلى أي مدى هي قاسية؟
تلك النبتة مثلا ذكية للغاية، فهي تطمر معظم فروعها تحت الأرض وتبقى نائمة بطريقة ما وكأنها في حال بياد. فما نراه هنا في الخارج قد مات، ولكنه موصول بنبتة حية في داخل الأرض. وتلك القطعة التي رأيناها هناك هي حتما جزء من النبتة نفسها. تلك النباتات تعيش بين الحياة والموت، بعضها الآخر يستطيع أن يعكس أشعة الشمس، وله القدرة على إعادة استعمال الماء ذاته لسنوات عدة. أعتقد أن نبتة كهذه قد تحمل في داخلها ما يعادل نصف كوب من الماء، وهي تعيد استعماله باستمرار ولو هطلت الأمطار لمرتين فقط، فهذا سيجعلها قادرة على العيش لعشرين أو ثلاثين سنة. نجد في وادي الموت 16 نوعا من النبات لا يمكن إيجادها في أي منطقة أخرى من الكرة الأرضية. بالنسبة إلي، في بيئة تقل فيها النبتات، ما تجده منها تراه يتحدث إليك بطريقة واضحة. ولكن هناك شيء يقتلها. ما هو؟ هذا هو اللغز. تلك الهضبة بأكملها كانت مغطاة بالنبات ولم يبقى سوى ما نراه هنا. لنقل إنه بسبب الاحتباس الحراري، فقد تزداد الحرارة درجتين مئويتين على الأقل. النبتة الموجودة هنا تعيش الآن في أصعب الظروف التي اختبرتها أي نبتة في العالم، أعني أنها تكافح بجهد للبقاء على قيد الحياة، وإن ساءت الأحوال أكثر فنحن سنشهد أمرا يطرأ على الكرة الأرضية. الموت في ذاك الوادي يأتي من الشمس، ومن الرمال المتحركة، وتلك الصحراء الفسيحة والشاسعة، ومع ارتفاع الحرارة أكثر فأكثر تزول بعض أوجه الحياة هنا. وصلت جي تي إلى منطقة تعلو 300 متر عن سطح البحر. الحرارة هنا تبلغ 35 درجة مئوية. كلما نزلوا إلى المناطق الأدنى ازداد الجفاف وارتفعت الحرارة. مع كل 100 متر ينزلونها ترتفع الحرارة نصف درجة. إن غروب الشمس يجلب ارتياحا للرجال، فبينما يقوم جي تي وأرن بنصب الخيام تهبط الحرارة شيئا فشيئا، ومع هبوط الليل تظهر حياة أخرى في المنطقة، كائنات لها أساليب خاصة لاحتمال هذا المكان. جرذ كنجر يتكيف أيضه، فصار لا يحتاج إلى شرب الماء. مخلوقات هذا الوادي فيها من الصفات ما يجعلها تتأقلم جدا ومحيطها في حالات الصقيع القارص، وكذلك في درجات حرارة تفوق 37 درجة مئوية. عقاربها تبدو مستمتعة في أقصى البيئات. إن وادي الموت منطقة مثلى لرؤية العقارب. البيئة هنا متنوعة ما بين قمة المرقاب ومسطح الوحل وهنا. فعلا بيئات مختلفة جدا. يستعين عالم الأحياء مات جرام ومساعده بمصابيح الأشعة فوق البنفسجية لصيد تلك الكائنات الماهرة في التخفي. إذا حلفك الحظ ستجدينها هنا بين الشجيرات. ها هي. وجدتها؟ أجل. كشفته الأشعة فوق البنفسجية. هذا المخلوق عاش في الماضي بين الديناصورات. لقد أمسك بإحدى الحشرات ويحاول لسعها. في الليل تأكل الحشرات،
وكذلك بعضها البعض. هذا فريد في نوعه، إنه يحمل عقربا أصغر منه ولكنه من نوع آخر وقد قتل. إنها كائنات تأكل بنات جنسها. هناك نوعان، عقارب الصحراء وعقارب الصحراء الحارة. يجمعها مات لدراسة مدى تأثرها مع ارتفاع درجات الحرارة. انظري كيف تنير. مخلوقات الصحراء الباردة كائنات قوية، بعضها يتحمل برودة تصل إلى ما دون الصفر، دماؤها لا يجمدها الصقيع. لكن العلماء لا يدرون ما لو كانت تلك المخلوقات تتحمل الحرارة. لو ارتفعت الحرارة لبضع درجات فقط لتغيرت تشكيلة هذه العقارب بشكل كلي. نجد في العالم 1500 أو 1600 نوع من العقارب التي جرى التعرف إلى أشكالها، وما يهمني هو دراستها من الناحية الجينية، طبيعتها التي خولتها البقاء كل هذا العمر على الأرض. في صحراء يهددها الاحتباس الحراري، هذا التنوع في أنواع العقارب مهدد بالزوال. بعضها قد يزول والبعض قد يزدهر ليرث وادي الموت. من أعلى قمة في وادي الموت قطع جي تي رينولدز مسافة 320 كيلومترا. وهو الآن يتنقل عبر المناطق الشمالية النائية للمتنزه. الحرارة تفوق 37 درجة مئوية وهي في ارتفاع متسارع. نحن الآن في موقع أطلق عليه اسم Last Chance Range في وادي يوريكا في المنطقة الشمالية الغربية للمتنزه. هذا يعني أننا قطعنا مسافة شاسعة في متنزه مساحته تساوي مساحة ولاية كونيتيكت. هنا نجد أحد أجمل المعالم في وادي الموت، يطلق عليه اسم تلال يوريكا. في وادي الموت نجد عدة حقول من كثبان الرمال، إلا أن سحر جبال الرمال في وادي يوريكا يجعل منها منطقة حساسة للغاية في وجه التغير المناخي، ولغزا محيرا لا شبيه له في جميع أرض المتنزه. هذا الموقع يبدو مسكونا بحياة، وكأن الأرض تتكلم. هي تقوم بذلك فعلا. أصغوا لذلك. الصوت الذي تسمعونه يصدر من الكثبان ذاتها. كيف تصدر هذه الكثبان الرملية هذه الأصوات المهيبة؟ سؤال حير العلماء عشرات السنين. المهندستان ناتالي جريند وميلاني هانت من شركة كالتك تحاولان معرفة كيف ولماذا تئن هذه الكثبان. هذا يعني رحلة على الأقدام نحو القمة ستستغرقهما قرابة الساعتين، وهما تحملان 90 كيلوغراما من المعدات. نحن نحمل بعض المعدات، المعدات الثقيلة، لهذا فمن الصعب التحرك بسهولة. ليشتد الأمر صعوبة فعملهما لا يمكن القيام به إلا في فصل الصيف، لأنه كي يسمع هدير كثيب رملي يجب أن لا يقل ارتفاعه عن 36 مترا، وأن يكون انحداره بنسبة 30 درجة أو أكثر، وأن يكون الجو حارا حارا جدا. إنه شهر يوليو في وادي الموت والحرارة في أوجها 47 درجة مئوية، حرارة شديدة ورياح تأتي من جهات مجهولة، ومنها ما يعصف بسرعة 80 كيلومترا في الساعة. في
في غضون دقائق يجد الفريق نفسه يتسلق الكثيب الرملي، وليست أنوفهم فقط هي التي تستنشق الهواء المليء بالرمل. أذنك، فمك، عيناك، كل شيء. أخيرا تهدأ الرياح، الآن يمكنهم البدء بالعمل. لنضعها في الجهة الثانية ونغطيها بالرمل مجددا. ولكي يفهموا طبيعة ما يجري وسط التلال عليهم التمكن من سماعه بشكل جيد. نستعين بهذه الآلة وهي ببساطة ميكروفون نثبته في الأرض. لقد زرعوا أجهزة في مساحة 22 مترا مربعا من مساحة التل. جاهزون؟ ويقوم متطوعون بالضرب على هذه القطعة. تسجل جريند الوقت الذي ستستغرقه الأجهزة لتضبط ارتدادات ذاك الصوت. أجهزة الاستماع ترصد أصوات أمواج عالقة تحت الكثيب، أمواج لا يمكن للأذن البشرية أن تسمعها. عملية احتساب مدة أصوات تلك الأمواج قد تمكنهم من حل لغز أكبر، وبعد ذلك سيحتاج أعضاء الفريق إلى افتعال الصرير بأنفسهم. دعوني أجهز الكمبيوتر. يتزحلقون إلى أسفل التل مفتعلين انهيارا صغيرا تماما كما يحصل في العادة في الطبيعة. في الطبيعة الرياح هي من يتسبب في الانهيارات وتزعزع الكثبان من أعلاها فتنهار وتصدر صوتا مدويا. تحت سطح الأرض تتحرك الذبذبات عبر الرمال. يلتقط الكثيب هذه الذبذبات ويضاعفها إلى أن يسمع الهدير في كل أنحاء وادي الموت. هذا ما تقترحه البيانات التي جمعت. تنحصر الأمواج في الطبقة الجافة تحت سطح الكثيب، أي بين طبقة الهواء وطبقة الرمال الرطبة التي تدنوها، وما نسمعه هو بعض من تلك الطاقة المنبعثة. ويستمر الهدير لوقت أطول بكثير بعد لحظة ابتدائه. هذا يشابه نفس المبدأ الذي بسببه تصدر أصوات آلة الكمانجا. عندما تعزف على آلة أنت تزود الآلة بالطاقة عندما تضغط على الأوتار، وما نقوم به هنا هو أننا نضع طاقة في التل عبر تزحلقنا من القمة للأسفل. والهدير هذا مكون من نوتة موسيقية واحدة، في أغلب الأوقات هي نوتة دو ري أو مي. كلما كانت طبقة الرمال كثيفة كانت النوتة بسيطة. من آخر جهة في تلال يوريكا يتحول جي تي رينولدز جنوبا إلى أدنى نقطة في وادي الموت إلى أكثر المناطق انخفاضا في الولايات المتحدة الأمريكية. باد ووتر. يصل جي تي إلى مستوى البحر ويواصل نزوله. يصل بسرعة إلى 6 أمتار تحت سطح البحر ويتابع سيره نحو الأسفل. السبب الذي يمكنه من الوصول إلى منطقة منخفضة للغاية هو كون وادي الموت ليس فقط ما هو عليه، بل هو شق ضخم في قشرة الأرض يزداد اتساعه بسرعة لا يمكن أن تواكبها عملية مثلها. يقترب عالم الجيولوجيا براين وورنيكي من بركة باد ووتر من الجهة الجنوبية. هو عالم جيولوجي مشهور ومختص في تكتاتونية الأرض. للكرة الأرضية طابعان، إما أن تشكل أحواض المحيطات الضخمة والتي تهوي لآلاف الأمتار تحت سطح البحر، أو أن تشكل قارات تظهر فوق سطح البحر.
الأماكن الموجودة في القارات والتي تتحول إلى مواقع تحت سطح البحر قد أصبحت كذلك بسبب الحركات التكتونية التي تمزق القشرة الأرضية بسرعة تفوق سرعة الرسوبيات التي تستطيع طمرها. والسؤال المطروح هنا، ما هو مقدار السرعة التي يتمزق بها وادي الموت؟ لمعرفة ذلك قام براين بوضع شبكة من 35 نقطة مراقبة في كل أنحاء منطقة وادي الموت، وكل واحد من أجهزة إرسال الجي بي أس مثبت بعمق 14 مترا داخل الأرض الصخرية بطريقة خاصة لتفادي أي حركة قد يسببها ارتفاع أو انخفاض حرارة الأرض. تقوم محطات استقبال إشارة الجي بي أس بتسجيل البيانات كل 10 ثانية، والمعلومات السنوية التي يتم جمعها هي لكل 0.25 مليمترا. تلك المقاسات تبرهن أن وادي الموت في حركة سريعة، إنه يتوسع بمقدار نصف سنتيمتر في كل عام. هذا حدث ثوري، أن تستطيع الجيولوجيا مراقبة الأرض حاضرا. حركة الانشقاق هذه هي في الواقع نافذة استثنائية لما يحدث داخل كرتنا الأرضية، فكلما تسبب ذلك الشق في توسيع الوادي ظهرت طبقات قديمة من الصخور تحمل بين طياتها أسرارا أكثر غموضا عن الأرض. هذه مجموعة مهمة للغاية من الصخور، فنحن لا نفهم أسرار الكرة الأرضية فقط، بل نبحث في أسرار الحياة عليها. الحركات التكتونية في وادي الموت قد أظهرت كميات من كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم، وهو نوع من الصخور غالبا ما يكون مطمورا في عمق الأرض وبعيدا عن السطح. هذه الصخرة قد تشكلت على سطح الأرض منذ 635 مليون سنة، لذا فهي فريدة في نوعها. آنذاك سجلت الصخور برهانا على فترة حاسمة من تطور الكرة الأرضية. بعض العلماء يعتقدون أنها تحمل أول إثبات على الحياة كما نعرفها، الحياة التي ظهرت بعد حدوث كارثة مناخية. تقول النظرية إن الأرض كانت آنذاك كرة ضخمة من الثلج محاطة بالجليد من كل جانب، تصل سماكته في بعض الأماكن إلى 1600 متر، ثم ثارت الآلاف من البراكين لتدفئ الأرض وتحولها إلى بيئة مناسبة للمخلوقات وحيدة الخلية وغيرها الأكثر تعقيدا من حياة فيها. وادي الموت برهان جيولوجي على استمرار الحياة على الأرض لا نجده في أي مكان في العالم. هنا ترون تلك الحفرة المستديرة وقطرها سنتيمتر واحد، إنها بالتأكيد تشكيلات طحلوبية، هذا يعني أن هذه المنطقة كانت حتما مغطاة بسجادة من الطحالب. في أماكن أخرى من وادي الموت ما زالت وحيدة الخلية هي من يعمر المكان. في الأرض هنا توجد حركة وحياة، ربما كانت من أغرب أشكال الحياة على الأرض إطلاقا. وادي تايتوس هو ممر ضيق في وادي الموت. في العشرينيات من القرن الماضي كان منجما للرصاص، واليوم صار بوابة دخول إلى مجموعة من الكهوف، مجموعة يحتمي فيها كائن غريب. هل ترون هذا المبنى؟ أجل. يصطحب العالم والخبير في استكشاف الكهوف ديفيد آك عالمة الأحياء ديانا نورثب والمستكشفة كين إنغام في مهمة للتحقق من اكتشاف غامض. أجل، هذا هو المكان لتجهيز أنفسكم. للدخول في نظام الكهوف على الفريق الزحف عبر ممر من المنجم القديم. هل ستدخل على ظهرك أم على بطنك؟ هكذا على جنبي. وأنا؟ تستطيعين الدخول إذا أردت.
الكهف عبارة عن سلسلة من الشقوق والفتوحات عرضها أقل من متر في بعض الأماكن وعمقها يصل إلى أكثر من 60 مترا. احترسوا من المتدليات على الحيطان. هل أستطيع المرور ديفيد؟ أجل. في الأسفل انظروا إلى تلك المتدليات. حجرة مبطنة بالكريستال الرائع لم ير مثلها سوى أشخاص معدودين. هذه الرقائق الكريستالية الهشة تنمو بهدوء ودون إزعاج منذ قرون. انظري إليها. ولكن هذه ليست الهدف لتلك المهمة. منذ بضعة شهور وخلال استكشافه هذا الكهف وجد ديفيد آك بقعا غريبة على الجدران. تعتقد ديانا أنها برهان على شكل فريد من أشكال الحياة له ميزات مدهشة. هي تبحث عن كائنات لا تحتاج لأشعة الشمس لتعيش، ميكروبات تأكل الصخور. إنها كالمهندسين الصغار، تحفر الصخرة لتجد مادة تستطيع أكلها. تعقم ديانا معداتها بالنار للتخلص من البكتيريا التي قد تلوث عيناتها. هي طريقة نتبعها للتأكد من أننا نقوم بتحليل مواد من الصخور وليس ما جلبناه من أماكن أخرى. تأخذ عينات من سطح الصخر وتأمل في الحصول على الميكروبات التي تعيش بداخلها. عندما تنظر إلى تلك الصخور لا تعتقد أنها قد تكون حية وأن أشياء مختلفة تعيش هنا. بفضل مجهر يضاعف صورة العينات 1000 مرة يتأكد ما اعتقده العلماء والنتيجة مدهشة. تلك الأجسام النجمية الشكل تبرهن على أن الميكروبات موجودة هنا، ولكن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تتعرف ديانا إلى أنواعها. الكهوف إذن تبوح لنا حقا بأسرار كثيرة، فنحن نجد أصنافا جديدة بعضها يعود إلى ملايين السنوات وقد نما في الكهوف بطريقة بطيئة للغاية. لو اكتشفت الحياة على كوكب المريخ لكانت بالتأكيد شبيهة بتلك الكائنات التي نجدها في الكهوف. نحن لا نقوم بدراسة تلك الأشياء عشوائيا، نحن نتحقق من كائنات قد تشرح لنا طبيعة الحياة على كواكب أخرى. في منطقة أدنى يقترب جي تي رينولدز من صحراء وادي الموت القاحلة. عند 85 مترا تحت سطح البحر يدخل المنطقة الأحر من الوادي، منطقة باد ووتر. إنها أدنى المناطق في القارة. والرقعة الأكثر سخونة في الولايات المتحدة الأمريكية. عام 1913 بلغت الحرارة هنا 56 درجة مئوية في المتنزه، وقد شكل ذلك رقما قياسيا. منذ أن بدأت أعمل هنا وصلت الحرارة إلى 53 درجة أو أكثر بقليل. من المدهش إذن أن تكون تلك المنطقة بعيدة عن الجفاف. في بعض الأماكن تنبعث المياه من خزان ضخم وجد تحت سطح الأرض، ولكنه ليس مكانا يمكن للمرء فيه أن يروي ظمأه، فإلى أن تصل المياه لسطح الأرض تصبح غير صالحة للشرب بتاتا، مالحة للغاية. المياه هنا
درجة ملوحتها ضعف ملوحة ماء المحيط. مياه الأمطار تصب هنا أيضا، وبتبخرها تخلف وراءها كتلا من الملح، ولكن مهما علت الحرارة فإن تلك البرك لا تجف أبدا. ما يتبخر من وادي الموت يساوي 50 مرة ما يهطل من الأمطار. جي تي موجود في أدنى موقع من وادي الموت، وهو سيحاول الآن الوصول إلى مكان أبعد بحثا عن مصدر تلك المياه الباطنية. يقطعان مسافة تبعد حوالي 96 كيلومترا شرقي بركة المياه الباطنية، والمكان المقصود محطة نائية وسط تل صخري. هذه بوابة لمجموعة كهوف واسعة. يقوم جي تي بالمساعدة في مهمة غطس خطرة ونادرة بإشراف الخبير في استكشاف الكهوف ديفيد أك. هل أنتم جاهزون؟ بعض الأشخاص يستكشفون الوديان والجبال، ولكن ثمة مواقع تحت الأرض في هذا الوادي لا نعرف الكثير عنها، وهناك أسرار غامضة في كل أنحاء المتنزه وكذلك في الكهوف التي هنا. هذا مدخل لأقل الأنظمة البيئية التي فهمت في وادي الموت. لحمايتها عليهم أولا توثيق ما بداخلها. لا يعرف العلماء ما قد يجدونه، فلم ينزل أحدهم إلى هذا المكان منذ سنوات عدة. مهمتهم تقتصر على استكشاف المياه الموجودة داخل الكهوف. أنزلها. إنني أنزلها. لا أحد يعرف حجمها ولا حتى عمقها. الطريق وعر، لن ننزل بسرعة. الوصول إلى النقطة الأساسية للغطس يتطلب جهدا كبيرا والأمر خطير. انزل بعد. هيا انزل. هذا يكفي، لقد وصلت، انا هنا. ماذا يجري؟ ينزل أعضاء الفريق عبر ممرات عمودية ليدخلوا إلى أعمق أعماق الكهف. هل كل شيء على ما يرام؟ أجل، كل شيء جاهز. نحاول المتابعة. والآن يواجه الغطاسون سلسلة من الممرات الضيقة للغاية التي وجدت جراء هزات أرضية ضربت المنطقة. أنا سأنزل أولاً. أمسكت بالحبل. وصلت. انتبهي. أخيرا وصلوا إلى حيث المياه. كل شيء جاهز. أنا أمسك بك، انتبه. انزل. هكذا؟ هذا جيد، أنا في وضع مناسب. هل المياه باردة؟ أجل. يتحققون مرارا من معداتهم قبل المضي بالغطس. انتبهوا إلى جهاز التنفس. إن الغطس في الكهوف من أخطر أنواع الغطس في العالم. لحظات وننطلق. فلو وقع مكروه ما تحت المياه فإن فرص النجاة محدودة. قد يرتبك الغطاسون ويضيعون وينفد منهم الهواء وتتضاءل فرص عودتهم إلى سطح الماء. يجدون نافذة مطلة إلى عالم لم يره سوى قلة. يقال إن الذين مشوا على سطح القمر أكثر من الذين دخلوا تلك المياه.
أحد يعرف حجم هذا الموقع. عمقه 47 مترا على الأقل. يحللون المياه، حرارتها 33 درجة مئوية. يتحققون من نسبة حموضتها ونقاوتها ومستويات الأكسجين فيها. إنها مياه صالحة تماما للشرب، ومن المؤكد أنها جزء من خزان أضخم. إنه خزان ضخم للغاية، فهو يمتد إلى أبعد من حدود المتنزه ليصل إلى لاس فيغاس، وهي مدينة مكتظة بالسكان وقد تشكل خطرا حقيقيا. فهنا الحاجة للمياه ملحة، والمسؤولون يريدون سحب المياه من قعر الأرض، ما قد يسبب انخفاضا في كمية المياه الموجودة تحت وادي الموت. إذا استمروا في بناء المساكن وزيادة عدد السكان في الصحراء، فستكون الحاجة للمياه ملحة. قد يقول أحدهم: متى سنتوقف؟ متى نتمكن من العيش بأساليب أكثر استدامة؟ لماذا نتصرف بأنانية؟ لماذا سيأخذ جيلنا المياه بدل تركها للأجيال التالية؟ ولو عرفت تلك المياه تهديدا، فذلك سيصيب أيضا حيوانا فريدا يعيش فيها، وهو من المخلوقات النادرة الموجودة في العالم. ثمة مدخل آخر لخزان المياه الموجود تحت سطح وادي الموت، يطلق عليه اسم حفرة الشيطان. هو محاط بالأسلاك الشائكة ومحمي بكاميرات المراقبة، وهذا هو السبب. سمكة البابفيش، وهي من الأسماك النادرة التي عرفها الإنسان. منذ عام جرى إحصاء 92 سمكة فقط في حفرة الشيطان، واليوم يقود عالم الأحياء مايك باور عملية غطس للتحقق من عدد الأسماك المتبقية. إنها على حافة الانقراض ولا أحد يعرف لماذا. عملية الغطس هذه تتطلب تحضيرا دقيقا، فدخول عنصر غريب إلى حفرة الشيطان قد يسبب كارثة بالنسبة لأسماك البابفيش. يجب تعقيم كل قطعة من المعدات. بوضعها 10 دقائق في هذا السائل سنتخلص من 99% من البكتيريا والفطريات. إنها كالعملية الجراحية، حيث تحاول الحفاظ على معداتك معقمة. لم يسمح سوى لفريق واحد من الغطاسين المحترفين بالدخول إلى حفرة الشيطان. سندخل إليها بطريقة ذكية. واليوم يشارك المصور المختص بالتصوير تحت الماء لانس بيلبرانت في تلك المهمة لحساب ناشونال جيوغرافيك. الفريق جاهز، غير أن المهمة صعبة. ينزل أولا عنصر واحد إلى حفرة الشيطان مجهزا بكامل معدات الغطس. وفي مياه لا يعرف أحد عمقها، على الفريق أن يجد ويصور سمكة طولها لا يتعدى 2.5 سنتيمتر. إنها رحلة بحث طويلة. في حفرة مائية لا نهاية لها. على أمل إيجاد مجموعة من الأسماك الصغيرة. Thank you.
فجأة يظهر أمام أعينهم مشهد رائع، إحدى الأسماك النادرة الوجود في العالم أمامهم. تلك صور علمية ثمينة، ومما لا شك فيه أن الأعداد قد ازدادت هذه السنة. يحصي الفريق أكثر من 100 سمكة تعيش تحت سطح الصحراء. إلا أن مايك مدرك أنه ما من سبب يدعو للاحتفال. لقد سجلت كل ما نحتاج إليه. تعلمنا أن نترك عواطفنا جانبا، لأننا نعلم القليل القليل عن أسباب بدء تلك المجموعة بالانقراض. لقد تخطت سمكة البوب فيش ظروفا قاسية للغاية لعشرات الآلاف من السنين، واليوم هي ليست مهددة فقط من قبل مجموعات سكنية ترغب في سحب مياهها، بل بحسب اعتقاد العلماء فإن الاحتباس الحراري سيكتب الفصل التالي في قصة البقاء هذه. تلك الأسماك تعيش على حافة الحالة البيولوجية التي تمكنها من البقاء في مياه تبلغ حرارتها 33 درجة ونصف الدرجة، وأي تغيير في تلك الأرقام قد تكون له تأثيرات مباشرة في تزايد عدد هذه الحيوانات وتمكنها من التناسل. أسماك البوب فيش في حفرة الشيطان هذه هي مخلوقات بالغة الصغر، ولكنها تستطيع أن تخبرنا الكثير عن صورة عالمنا في المستقبل. نحن نهمل الكائنات الأصغر والأقل حصانة من حولنا، وقدرها قد يصبح قدرنا. مهمة وحدة خدمات المتنزه العام هي المحافظة على تلك الثروات وحمايتها من أجل الأجيال التالية، ولكن هل سنتعلم في يوم ما؟ في رحلته الأخيرة كمراقب المتنزه وصل جي تي رينولدز إلى أبعد من وسط الكرة الأرضية. تلك الرحلة بالتحديد سمحت لي بزيارة أكبر رقعة ممكنة من المتنزه خلال أسبوع واحد. إنها منطقة غنية بالموارد نسبة لما يمكن للمرء أن يتعلمه ويجده هنا. يوجد هنا العديد من الأسرار. في رحلته استطاع أن يختبر درجات حرارة امتدت 37 درجة مئوية في أرض الوادي، من قمة المرقاب المغطاة بالثلوج إلى أرض الوادي التي تتشقق ببطء. وأبعد من ذلك، حيث الغرائب والروائع وحتى المعجزات. جلاميد تحركت دون أن يراها أحد عبر ريس كورس بلايا، وكثبان رملية تهمهم، ونباتات تزهر مرة كل بضع سنوات، والمأوى الأخير لسمكة صحراوية عرضة للانقراض. تلك العجائب تعتمد على درجات حرارة عالية ولكن محددة، ويعلم جي تي أنها لو ازدادت درجات قليلة لتبدلت أشياء كثيرة. في أمريكا براري عذراء عديدة، ولكن ربما كان وادي الموت هو المكان الوحيد الذي تتحدث منه الأرض إلينا بوضوح، وقد نستطيع تعلم الكثير من وادي الموت عن الحياة. وادي الموت.